فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط الضرب باليد في التيمم؟ هل لا بد أن يحرك يده أثناء ضربها؟ لا بد أن يحرك يده. حركها كيف يعني؟ ما يمكن يضرب إلا إذا حركها. حرك يده بالضرب هنا. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.